أنا اسمي بيان شويكي من الخليل، طالبة قانون، بشتغل هاي الشغل كهواية، بشتغل على الأحجار الطبيعية، على الخشب، خشب الزيتون، على الأحجار شبه الكريمة، حجر الفيروز، العيق، حجر الكورتاز، الصدى. طبعاً كلها هاي الشغلات بعملها هاند ميد، وبجيبها من برا بستوردها وبشتغل عليها. بشارك في معارض دولية، بشارك في معارض محلية هون في فلسطين وفي الداخل، وبشتغل بكتب عليهم وبرسم عليهم كمان. هاي خشب بنكتب عليها حسب كل واحد شو بيحب، بنرسم أو بنكتب عليها. وبتقدر تعمليها مثلاً تعليقة للسيارة أو لمراية السيارة أو للمفاتيح. أغلب العبارات بختارها على ذوقي أنا، فالناس كثير بتحبها. وفي كمان ناس بخلي شغلات فاضية كمان، لأنه الناس مثلاً بتيجي بدها تكتب أسامي، بدها تكتب عبارات خاصة فيها، فكل واحد حسب ذوقه. تعلمتهم أول شيء، أبوي كان عنده هواية إنه يشتغل في الخشب، حفر على الخشب وقص وهيك شغلات قديمة، فعلمني أساسيات شغلات على الخشب. وبعدها أنا طورت حالي، صرت أشتغل على الأحجار الكريمة، على شغلات أكثر من الخشب يعني. فكله بلاقيه حسب ذوقي أنا، مثلاً بطلع من برا بجيبه، من عمان، من أكثر من منطقة بستوردهم، برضه ببعتولي من برا، على ذوقي بجيبهم. والناس كثير بتعجبهم، كثير بحبوا هذا الشغل، غريب لأنه وما في منه كثير. أغلب الشغل اللي بيصير هون على حجار بورسلان، على الجبصين، محل الصنع، بس هذا إنه أحجار كريمة. لقدام إن شاء الله مفكرة إنه أعمل ستور خاص فيي في البلد، وإن شاء الله رح أفتحه وأعمل يعني أكون وكيل لهاي الحجار في فلسطين إن شاء الله.